تعال البيت. مش ده اللي كان ظابط جايبه في مأموريه؟ والضابط تسليم كان متهم من الاول جواز صفره قال محجوز على دفه القضيه. الرأي يا أحمد حسين، الرأي يا أحمد حسين، الضابط أحمد محمد عز الدين قطاع الأمن الوطني 8/3/2015 لقاضي الدفاع عن القرار السابق وعلى النيابة العامة احضار المتهمين المحبوسين مع استمرار التدابير الاحترازية سالم بن زيد مع تسليم المتهم الأول